الحمد لله ناجح معدل 17.01. تقدير جيد بهذه الفرحة تحصلت تلميذ النجيب والخلوق حميدة جلول عمر راضي على شهادة البكالوريا 2024 بمعدل 17.01 وفي المرتبة الأولى في ثانوية الشهيد العربي سماحي ببلدية بريان في ولاية غردايا. الحمد لله تعالى على هذه النعمة، يعني نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل وهذا التوفيق الذي يسره لنا وما يسر لنا في هذا العام الدراسي لبلوغ هذه المرتبة وهذا المعدل. وكانت يعني أجواء هذا اليوم أجواء فرحة وبهجة وسعادة وسرور. وحافظ كتاب الله يتميز عن جميع من لم يحفظه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فصحة اللسان والأخلاق العالية سمات يتمتع بها النابغة جلول، جعلته محل ثناء من قبل الطاقم التربوي والإداري. إدارة ثانوية شهيد سماحي العربي أن نقوم بزيارة لأحسن معدل في المؤسسة اللي هو تلميذنا وابننا العزيز حمدة جلول، معدل 17.01، يعني شرفنا اليوم، ألف مبروك. الحمد لله، يعني تلميذ نشكره جزيل الشكر، متربي متخلق يعني من الأوائل في المؤسسة، وبارك الله فيه وربي إن شاء الله يوفقه في النجاحات المستقبلة إن شاء الله. كنا فرحانين كما احنا كما الطاقم التربوي نتاعو وكما الأساتذة نتاعو عيطوا له وهنقولوا ثاني قاع عيطوا له الحمد لله، ونتمنى له إن شاء الله النجاح. الاقتداء بالقرآن الكريم والانضباط سر نجاح النابغة جلول في شهادة البكالوريا، فألف مبروك هذا النجاح.